الشعب الفلسطيني لن يقبل بتهجيره مرة أخرى، الشعب الفلسطيني الذي ما زال يحمل مفاتيح بيوته في يافا وفي حيفا وفي صفد لن يقبل بالتهجير مرة أخرى، ولن يسمع كلام أحد بالتهجير مرة أخرى. والمرة الوحيدة عبر التاريخ الحديث الذي دخل عبر الحدود المصرية، دخل إلى رفح، اشترى منتجات بأمواله وعاد مرة تانية إلى بلاده. إذا بتقول لي السؤال إنه هل ممكن عن طريق الهمجية الإسرائيلية والأمريكية في قتل شعبنا بالجملة والتطهير العرقي؟ ممكن، ودورنا لأنه لا أرى في هؤلاء إلا قتلة مستمرين في إبادة شعبنا بكل الأشكال، ولكن هنا دورنا كمقاومين، دورنا كدول عربية، دورنا كأحرار حول العالم في تغيير هذه المعادلة. أنا بطالب شعوبنا بالانتفاض، بطالب الدول العربية بوقف باستخدام سلاح البترول والطاقة معاقبة إسرائيل، حتى وقت إنهاء استخدام الدولار شعبيا ودوليا في العالم العربي. علينا الاشتباك مع كل حقوق الشعب الفلسطيني، علينا مقاطعة الولايات المتحدة وكل من يدعم إسرائيل بالسلاح، وكل من يدعم إسرائيل بالعتاد، وكل من يدعم إسرائيل سياسيا. علينا تغيير النراتيف ووضع قدراتنا العربية في مواجهته. الشعب الفلسطيني اليوم وحده يتحمل المواجهة، وعلينا الإيمان في داخلنا بأنه ممكن مواجهة إسرائيل. اليوم كسرنا حاجز الخوف وكسرنا حاجز الهيمنة والسيطرة الإسرائيلية، وشعوبنا العربية في كل مكان ترى ذلك بوضوح. أصبح حلم الإفراج عن معتقلين واقع سيتحقق، وحلم التحرير ليس بعيد المنال.